يوم كنت جالسا في سيارة، نعم وكان اثنين شباب قاعدين، واحد من عندهم متوسط في العمر والثاني شاب. نعم فسألني: من أي مكان أنت؟ قلت: أنا من النجف. أنتوا وين؟ قالوا: إحنا من الكاظم. نعم كانت الدنيا تعبانة كلش بوقت بالألفين بالخمسة وتسعين أو 96. قالوا: أنا أعلمك شيئا ترى فيه صاحب العصر. قلت: أهلا وسهلا، أكيف؟ قلت: ليش آني؟ أنا قاعد وياكم بالسيارة، شو الدليل والاطمئنان إلي؟ قالوا: يعجبنا. قلت لهم: أني ربما ما أشوف الإمام من. قال: لا، راح أشوفه. كانوا مصرين. احنا التقينا بالامام وظليت صافين الى ان راحوا ونزلوا بطريقهم وانا نزلت بطريقهم. الحد 99 حينما استشهد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، انا بال97 اول مرة رأيت الامام رؤيا العين. الله اعلم، ان شاء الله لم اكذب قط. وحينما رأيت النجف بهذه الحالة طلبت من الإمام أن أقلد أحدا بال91 إلى ال97، فرق إلى ال99 تسع سنين كلش كبيرة. نعم. جلست في الليل أصلي وكانت الدنيا باردة جدا فوق السطح. تعمدت أن أصلي صلاة الليل فوق السطح. أمس ابني ذكرها، سمعني أقرأ دعاء كميل. أنا أقرأ يومية حتى بين صلاة الليل وصلاة الصبح، أحيانا أقرأ يبقى عندي وقت على المأتم اللي أقرأ للحسين، يبقى عندي وقت نص ساعة وأكثر من نص ساعة، فأرجع أقرأ بي دعاء كميل أستأنس بي يعني. فقال لي ابني علي، قال لي: بابا، أنا من سمعتك تقرأ وأم إبراهيم فتحت التليفون بكيت، لأن ذكرتك كيف تصعد إلى سطح الدار وكانت الدنيا باردة وتصر على أن تقرأ تحت البرد وتبكي بكاء قويا. فقلت له: أنا أقلد من؟ كل اللي يجي يقول لي أنا الأعلم والله أعلم. والله قاعد هيك وكأنه أخفى بدقيقة، يعني نمت مو بيدي. وإذا أنا بكربلاء المقدسة ومحمد صادق الصدر، أصلا بعدها ما حد يعرفه. قال: قلد هذا سيعتلي من منبر. وشاهد على هذا كلامي، كتبت إلى حمزة الصبار أبو مريم موجود معلم بالنجف وخمسة وياه فلان وفلان، ذولا كلهم أصلا ما صاروا من أتباع الصدر، سبحان الله، غير موفقين حتى في الدنيا هؤلاء الناس. نعم. أعتبر اللي ما قلد محمد صادق الصدر غير موفق. نعم. فالإمام مسك بيدي، بيده الطاهرة الشريفة، قال: قلد فلان محمد صادق الصدر فسيعتلي المنبر ويستشهد بعدها. أعطاني الوقت حتى سيد عبد الأمير أبو طبيخ، ابن سيد مير أبو طبيخ، كان كل أسبوع يأتي إلى البيت، أنا ما أقدر أطلع، كنت ضد صدام حسين بالبداية بعدني. فقلت له: هذا محمد صادق الصدر، ما تقول لي شو مسالفته، وين هذا؟ فوديت أرسلت لشيخ فلاح وشيخ ماجد وأبو عذراء وأبو جعفر ومحمد وصباح، الله يرحم ذولا، ثلاثة استشهدوا وبقوا من عندهم ثلاثة موجودين، راحوا إلى محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، ألقوا لم يجدون حدا يمه، بس هو قاعد. نعم. حتى جاب لهم شاي بيده. قالوا له: مولاي ماكو ولا واحد. قال لهم: يجي يوم تقعدون يم النعل، يكرم السامح هيك يرد احكيها للناس. فعلا ما طولت سنة أو سنة ونص، الناس انترست البرانية، قاموا يجون يقعدون يم النعل مثل ما قال لهم محمد صادق الصدر.